هذا الموضوع معانا على الهاتف استاذ رامي محسن، مدير مركز الوطن للاستشارات البرلمانيه. استاذ رامي صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. استاذ رامي، يعني دلوقتي لو شخص عايز يروح ينتخب، المفروض يعني شخص معين مثلا المفروض يعمل ايه وما عندوش معلومات وارى مثلا هذا الخبر متخوف من الموضوع، يتصرف ازاي؟ يعني خليني اقول لحضرتك في البدايه ان المشكله الحقيقيه لعزوف الناخبين في المرحله الاولى هي او 70% منها ان الناخب مش عارف مين المرشحين، فبالتالي لا يحس باهميه هذا المرشح واهميه البرلمان. كل حد نساله يقول انا مش عارف يعني ده مين، فدي صوت لمين بالظبط. نشهدنا اللجنه العليا للانتخابات اكثر من مره ان هي تضع السيره الذاتيه للمرشحين، وهي عندها ده لانه من ضمن اوراق الترشح، لكن اللجنه ربما يعني الاسباب الجنسيه لاسباب تقنيه ما قدرتش تحقق ده. طيب ما نتوجه احنا للمرشح، يا مرشح اتفضل حضرتك افصح عن سيرتك الذاتيه، انت عامل لي موقع رسمي وعامل لي مواقع على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، حط لي عليها سيرتك الذاتيه، بدل ما تحط عليها صور المؤتمرات وصور مسيرات في الشارع حط سيرتك الذاتيه. من انت؟ بالزبط. من انت سياسيا؟ انت رشحت نفسك ليه؟ انت جاي تقدم ايه؟ وخلي بالك وانت بتحط ده، حط قدام عينيك ان الناخب واعي جدا، يعني بالزبط. يعني لو حطيت اي حاجه هيفهم فيها مبالغه هيكشف ده بالظبط، لان يعني دايما الناخب بيتحقق ويدقق اكثر من المرشح. فخلينا ان كل مرشح لو مش خايف وعنده الجراءه السياسيه يقول انا مين، لو قدر يوصل للناخب ويقول له انا مين والناخب ارى ده، اتصور انه هيكسب صوته اسرع من اي مسيرات واي مؤتمرات واي ورق دعايه، لان الدعايه يا استاذه من غير ما نعرف مين الشخص ده محدش يديله صوته. صحيح. هديلك صوتك ليه انت؟ لا، والناس كمان تعبت من موضوع الشكل، عايزين يشوفوا مضمون بقى، يعني يعرفوا يشوفوا بالضبط. حاجه بتحصل على ارض الواقع بالظبط. لما يعني كلما يتكلم كلما يفصح عن نفسه كلما يقرب من الناخب اكتر، كلما يقول له انا فلان، انا سيرتي الذاتيه كذا، انا تاريخي السياسي عملت كذا، انا على ارض الواقع عملت كذا، هو كده بيكسب عدد من الاصوات اسرع بكثير واقوى من لو مشي في الشارع وصور نفسه في ميدان التحرير او صور نفسه هو بيحضن عيل صغير والحاجات اللي احنا بنشوفها، اللي اصبح الناخب يلفظ هذه المشاهد الدنيئه اتصور. طب حضرتك يعني الفكره بتاعت تحذير الناس ونشر الوعي، حضراتكم بقى بتعملوا ايه؟ يعني الدور اللي بتقدموه للمواطن علشان هو ممكن يبقى مش عارف بس مش عارف يتصرف. احنا بنعمل ثلاث حاجات، الحاجه الاولانيه احنا على نطاق الشباب وعلى نطاق الشارع. على نطاق الشباب بنعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه ان احنا كل دورنا بنقول للشاب واحد انت المفروض تختار كام مرشح، لان هو مش عارف تختار واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. اثنين بنقول له ازاي تختار، ما هي معايير اختيار المرشح. انا سالت حضرتك، حضرتك عايزه ايه من نائب البرلمان؟ تمام. هتقولي لي والله انا عايزه بتاع تشريعات، لا عايزه بتاع خدمات، لا عايزه بتاع رقابه، لا عايز حد يقوم لي البلد. اقول له عظيم، اذا حط مجموعه من المعايير، بناء على هذه المعايير انتقي، لكن قرر ايه المعايير؟ يعني بناء على ايه بتختار؟ هل انت شايف ان البلد محتاجه حد بتاع تعليم فتختار اللي رؤيته بتتوافق مع رؤيتك؟ هل انت حد محتاج حد اقتصادي فاشوف حد اقتصادي في المرشحين؟ المهم انت اللي تبادر من عندك واقنع الشاب ده، انت تبادر من عندك وتضع معايير. صحيح، هو يحط اولويات ويحط يشوف المواطن هو عايز ايه بالظبط من هذا المرشح ويبتدي ان هو، بس يعني هي فكره التوعيه دي فكره عظيمه جدا عشان نتجنب حدوث اي مشاكل من اي نوع. انا بشكر حضرتك جدا جدا استاذ رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات